هاي المصاري اللي اتفقنا عليهم، خدهم وروح. وين اخوك يا ماما دنيز؟ وين اخوك؟ قوم قوم ندور عليه حطاته. شو بنسوي؟ مشي وبندور بالشوارع. قوم قوم ندور حطاته. قوم الله مشي، الله مشي. بس لسه جنور بيبي، شوي شوي. يلا ياو يلا ياو. خلص تقدم على البيبي. طبطب منا. شنو بتسوي مجنون مثلك؟ انتي ما عم تلعبوا مزبوط لانك عم تسوي شغلات مرأة. ارقادة بس روح تركوا، روح من هون. ما تابعوا بدي لعبوا. لك شبك شبك تاتا تاتا شبك شبك. ليش شبك ليش معصب؟ شبك يا ماما ليش معصب؟ بابا خلي لعب مجنون كل مرة بالله خلي سي مجنون. عصبني عصبني. شوفي يا بابا شو القصة؟ ليش هيك عم فارق هذا كسوك عم يغني له اغاني وهيك ويجنن حاله قدامه؟ حرام بجن كمان هذا البيبي. ايه كثير والله صاير تقيل دم، عم تقيل دم على اخوه كثير وبيلعبه. ايه والله. لا انت كمان ماما قصة والله غريب. اي الله معلش طول بالك. شو كنت بدي اقول لك؟ هلا كنت عم رتب الغرفة، سرير زكزوك كثير كثير صار صغير. شو بدك تساوي؟ كبران يا عمري، لازم نجيب له واحد اكبر. شو رايك؟ لا ما شاء الله تمام بنجيب له ما في مشكلة. طيب قوم قوم بسرعة خلينا نجيب له اياه وظبط له السرير لانه حرام ما بيقدر ينام خالص. طيب اذا جبنا السرير الكبير قلنا نروح بالصغير. لك بنحطه بغرفة دنيز. قصدي طيب. بدي اياه انا لازمني يعني ما بينام الا عليه. بنيمه بغرفتنا بالليل على الكبير. أيه؟ والصغير بنيمه خلال النهار بغرفة دنيز. طيب ماشي توكل على الله. بنيمه بغرفتي عافي. شو دخلك انت ماما اذا هاي الغرفة الك وله؟ لا شراكي هاي لك ولو حبيبي. ماشي ماشي لا ترد علي. ماشي نجيب له سرير ونحطه صغير. يلا قوم نجيب السرير. هذا ناقص والله. تحط زقزوق معي بغرفتي؟ اه بدي والله ادخليه يحطوه ابدا ابدا. ماشي يا بابا ماما انا بشوف فيكم. اكيد احطه سيها احط كل اللي غلط يعني احطه اساسا هذا بلا كبيره ومتوسط هلا هيك ما في احط شيء. اي شو يعني بدي احطه بغرفتي على غرفتي بس الي؟ ايه يلا ركب لنا هاي اخر شيء، هاي بنغير له عليها الحفوضه. يا عمي جي هيك صارت جاهزين. ها هيك حطيهم الحفوضه. هذا السرير تبعه لازم. يا سلام احلى، وهي غطا كمان بتحرك كمان ليك احلى هيك طلع. اه والله كثير حبيت له السرير كبير بكفيه ما شاء الله للسرير عمره قد دنيز. كبير كبير ما شاء الله هيك بشع اصلا ما حلو عارف. يا الله بلشت الدود والغيره. مشي مشي تعال شيل هذا السرير نحطه بغرفه دنيز. يلا يلا شيل انت من طرف انا من طرف انا وثقيل. يلا يلا دوسا وقت كان حبسهم. يا ربي دخيلك بلشنا دنيزة ما تخلينا عصب. أفيد أخطأ غرفتي. بقى كيفك شيل 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 دنيز ما تخلينا عصب. أبد روح 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 خليه بقى أنا رايح لحالي. يلا على يا بابا على يا بابا. لا أيوة هيك ما بيجي إلا بالعين الحمراء. شو هالولاد هدول؟ روق روق تعال نشيل السرير. انا خليكم تفوتوا. يا ربي دخيلك شو هاد هلا دنيز. ماما بدنا نخلص الله يوفقك. خلينا نفوت نحطه وخلص حاج. ها خفتي انا وبس. تعال نتفشوا تعال نتفشوا وناخذ. يلا فشي يلا مشينا شوف. يلا انا اصغر انت تتحكم فينا. بعد من هون يلا بعد عن حكيك حكي هلا. ها طيب انا عندي حل بعد اشوف. يلا خلص يا ماما خلص. لا أفي صوت أفي لا أصلا ما بدنا نحطه. لك ليش حاطط هون غراض؟ ليش يا هون كنت بدك تحطيه؟ ايه ما في محل غير هون. هون قوم شيلهم. يلا يلا هون طالع اوعى في محل هون شيلهم من غرفتي. شو على كيفك شيلهم شيلهم بابا شيلهم. تعال نساعد انا وياك. بدل ما تبدل الغراض هون بدل ما تساعدنا. يلا ساعد البابا. لك يا ربي لك خلينا نحط هالسرير واخر نحط هالسرير لك انت اتركوا خلينا نحط السرير اخوك. بعد خلاص روح يلا روح خلينا نحط السرير اخوك. يلا خلاص بقى خلينا نحط السرير اخوك. بعد يلا بعد خلص بقى. ايه روح بعد من هون. يلا يلا بابا كمل كمل روح روح السرير. يلا يلا تعال فوق تساعدنا. ابي ساعدكم احط حالي هون عافي. احط حالك هون نحبسك جوا هون. تعال شيل بابا يلا
لا تكسره لا تكسره لك لا تكسره ولك لا تكسر السرير خلص هون بقى قوم يلا اطلع تعال هون اطلع من هون روح لسه يلا ساعدني يا لك خلاص هاي الغرفة إلك ولأخوك نحن من وقت جبناها إنا لك إلك ولأخوك البابي ألعاب زي زوج بدنا نجيبها كلها تحطها هون لك هلا بدنا نجيب كرسي الطعام والكراجة ما بالصالون ما بصير يضلوا صار كبير أخوك صار يقعد لازم يقعد معك بالغرفة هلا راح نجيب له باقي الأغراض وألعابه ونحطهم هون يلا لكوا بالكراجة يا حرام بهالأراضي بالمدخل ليش إذا في غرفة هون لإله ليش لا يقعد بالأراضي وبرا والله أنت مجنوني يروح إذا أنت مجنون يلا هاي زكزوك زكزوك غرفة جديدة يلا يا سلام شو عجبتك الغرفة مليانة ألعاب قد ما بدك تلعب ألعاب يا عمري لكش قد ما بور بالألعاب لا يا ألعاب خلي يلعب فيها لا تبلش ها هدول ألعاب كمان لك وله يلا تعال يا بابا نسوي غدا أنا وياك وخلي الأولاد هون يلعبوا هاي غرفة لإلي بس رجعني أنت روح عني راح غرفة تانية بدنا نسوي فتة فروج ايه فتة فروج كيس واحد بكفي كفي يلا ايه شو الصوت ايه في صوت غرفة صوت زكزوك حبيب كيف شي شوف شوفي تعالي تعالي يا ربي شبا شبا يا ليش عم يبكي اخوك عفش اخذ من السيارة عم بلعب لي فيها لكو اذا لعب لك فيها واذا ما قلنا لك هاي الغرفة الك والالعاب الك وله لا هذول كلهم الي يا ربي منك يا دنيز رح تجنني خلص ما بدي خلي اخوه معه قوم نشيله شيله شيله تعالي يا زكزوك لسه بس هاي الغرفة الك وله غصب عنك خده يا بابا خده يا زكزوك تعالي يا بلا تزعل انت معاقب محروم من الموبايل ومن اللعب ومن الاكلات الطيبة يا عمري يلا كمان محرمونا من لعب واكل انا عذبناها حلا هاي القصة الزكزوك صار مزعج الي غبت لي فكرة أسوي شي بعرض الرجاء بحلش على سبوك وإذا حدا مش تبا أخذها بخلي أحسن شي أحسن حدا دفلي حدا دفلي ألو أنا عندي ولد للبيع دي حق أمي تدارة تكرم تنفق بالحديقة جنب البحر عجبتك يا للباب وإيجي سلام يا حدا يشتري زكزوك أخيرا رح أخلص منه بس هلا رح أحاول أخذه من بابا وماما يا الله جودة حسري ماما شوفي دينيس شوفي أنا عارفة إني عبا مع الزيكة هيك دا أخذه على الحديقة ايه شو بدك تاخده على الحديقة ما في بالله بدك يانا نأمن فيك تاخده على الحديقة لا ما في روح بابا مين كتير بحبه خلينا ناخده لعبه انا ويا اخوات ودان نلعب سوا شو رأيك بابا نبعته معه والله بعرف ما هلأ كان عم بيقاتله وبياخد له العابه بس انا بدي صالحه وحبه شو رأيك بابا والله بعرف شو رأيك انت أنا برأيي إنه نبعتهم سوا بركي هيك بس بيرجعوا بحبوا بعض وبيتفقوا سوا بيرجعوا بيصيروا رفقة وكذا بيصير بيناتهم هيك كتير إنه مشان يتعلموا يكونوا أخوة ويرافقوا بعض طب خلينا نبعتهم بس بلا يطولوا تمام طيب حبيبي ماشي بتاخذوا زكزوك تروحوا سوا الحديقة بس ما بتطولوا بتدير بالك عليه ماشي بتدير بالك عليه كتير منيحة نحن مأمنينك فيها أتك لعندك يا حبيبي يلا خذوا يا حبيبي وخذ للعرباية كمان خلاص زيكو بعيونا دينيس قد الأمانة إن شاء الله بيدير بالا أخو بحبك بس عارفك تتخذ الغرابة مشي دوح يلا دبيعها للزلمه الو ايه اما الو ايه وصلت على الحديقه ايه وصلت الحديقه اللي اتفقنا عليها شو لابس انا معي عبايه ولا بس بيجامه زرقاء وقالي يلا يلا جايك خليك مكانك يلا عم استناك هون انا
يلا دقدوق مي على السنانه. هاد هو الولد. يلا امشي. هاي المصاري اللي اتفقنا عليهم خدن وروح. العربية بدك اياها ولا اخذها معه؟ خذها عمتي دي بالك عليها. يا طنع اللعبة اللي بدي اياها. انا هروح اشتريها يلا يا. ياه ما احلاها حطيتها ياه واخيرا خليني ارجع البيت قبل احس بابا وما ويلا ياه هذا مخبيه لا لا مش عارفه هو بابا وماما او متخبيه لا بس طالعه ماما وبابا طالعه حالي سألون خيفة. الحمد لله الباب هاي زقزوك ودنيز اجوا الحمد لله. الحمد لله ما طولوا. اي والله الحمد لله راح افتح لهم. يا عمري شو اشتقت لهم اخوات الحلوين. اهلا وسهلا وين زقزوك يا ماما؟ ضاع. شو ضاع ما ضاع؟ بابا تعال اسمع. شو فيه؟ اهل زقزوك ضاع. شو ضاع؟ شو ضاع ما ضاع؟ شو ضاع ما ضاع؟ وين اخوك؟ وين اخوك يا ماما دنيز؟ وين اخوك؟ تدعم العصيه يا كيف تترك اخوك؟ نحن امناك امناك باخوك كيف تتركه؟ انا ما اعرف كيف ضاع ماما؟ كيف يعني ضاع اخوك؟ شو لعبي هو اللي يضيع؟ كيف تترك اخوك؟ بس اللي وين تركته؟ بس اللي وين تركته؟ انا عم العب بالزحله اللي شفته بعدين فشلته تركته وطلعت لعبت بالزحله لحالك مع اساس اخذه تلعبه يا ربي دخيلك بابا انت عم تمزح شو عم تسوي فينا مقلب ماما حبيبي اذا عم تمزح او شيء حباب لا تمزح بهيك قصص لا عم امزح عن جسك دوك عم ضاع يا ربي دخيلك شو هالقصه هاي بابا حباب شو قوم قوم ندور عليه حباب شو بنسوي مشي وبندور بالشوارع قوم قوم انا وين حطيته قوم قوم مشي انا وين حطيته بسرعه بابا بسرعه يلا تعالوا بسرعه بسرعه بس بدي اعرف وين حطيته وين بتحط اخوك يا ربي دخيلك منا مشي مشي لنا وين حطيته مشي يلا يلا بسرعه تعرف بدخيلك يلا يلا ما تحطه بالدماغ باي حديقه حطيت اخوك باي حديقه اللي كنت طوق احكي وين حطيت اخوك احكي مشان ندور عليه قبل ما يكون راح بعد حطيته باي حديقه مشي مشي اي حديقه هاي هون جنب البيت يلا 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 مشي مشي بسرعه بسرعه يلا انت مشي كمان هاي هي الحديقة اللي حطيته فيها لأخوك؟ وين حطيته؟ قول لي بأي اتجاه بس أشر لي أشرنا وين؟ بك بسرعة بسرعة خلصتي قبل ما تعدها بالدنيا بدأنا عملها بهاي الصحلة طنحنا بعدين نعملها يلا مشي مشي بسرعة يلا يلا حط حالية حط حالية بسرعة بسرعة يلا بسرعة يلا تعالوا يلا بسرعة بسرعة دنيز بسرعة تعالوا يا ربي وين بده يكون حلا؟ وين بده يروح بهاي الزحمة يا الله؟ يا ربي تعال هون انه وين حطيته تعال هون بسرعة انه وين حطيته وين حطيته وين هون على هذا الكرسي لا حطيته على الرياضة جنب الرياضة هونيك ما مبين يا ربي لك الحديقة كبيرة كيف بدنا نلاقي فيها بهذا المربع ما مبين تعالوا ندور بلكي هون رايح يا الله يا عمري يا زقزوق شو تكون عم تسوي هلا بتكون جوعان الله يسامحك بس يا دينيز هيك هيك اللي بيأمن فيك ما انا دخلني ما دخلك مشي مشي ندور تعالوا بسرعة تعالوا قوم حدا شايفه واخده تعالوا هنيك تعالوا نسال هناك الطرف يا الله لازم نسال شو تعالوا بسرعه يلا سال سال اذا في عالم اساله اذا شافه يا الله ما في حدا حتى الحديقه فاضيه ما في عالم يا الله يا زقزوق دخيلك يا ربي كيفك بيكون ضل لحاله ولا بكون خيفان وجوعان يا عمري يا زقزوق كيف انت اجيت على هاي الحديقه كيف اجيت بس بدي اعرف تعال ندور هون محل ما تركوه اذا لقينا حدا نساله ليك هونيك في اولاد هلا اسالهم حباب يلا. دور معانا على اخوك يلا شوف وين حطيته وين باي بس باي زاويه اللي هون حطيته هون جنبك يعني انت كنت تلعب هون يا الله يا ربي رح نروح استردوا ليك الاولاد بلكي شايفينه حباب حباب يلا بسرعه قال لهم انه كان في عربايه يلا يا ربي ان شاء الله يكونوا شافوه يا رب يا رب يكونوا شايفينه يا رب يا رب يكونوا شافوه يا عمري يا زقزوق ما شافوا شيء يا الله يا الله وين بدنا نلاقي هلا
يا الله ما شافوه، ما في حدا، ما في حدا غير هدول الاولاد. يا الله لك المشكلة رح تعذب الدنيا كمان، هلا ما عاد يضل حدا هون. يا ربي دخيلك شو بنساوي؟ لازم نلاقي حل بسرعة. نخبر الشرطة؟ خلينا ندور آخر مرة، إذا ما لقينا بنخبر الشرطة. ماشي يلا يلا تعالوا. يا ربي شو سوي بحال؟ شو سوي بأخوي؟ تيجي تقتلك يا بنتو. يلا شو سوي هلا؟ بس تخبي بابا وماما حقيقة. وين ندور؟ يلا وين ندور؟ فوت فوت هون دور حباب، فوت معلش يكون هون، مستحيل يكون هون حباب. حباب بركي ما بتعرف، بركي حدا اخذه وتاخذ لهون. شو بك انت يا الله؟ هلا وقتك انت، وقتك انت عم دور اخوك. قصدي كل حقلك انت، لو انه انت امين ما كنت سويت هيك. بدي لكم شغله. خلص خلينا نعرف ندور، شو بدك؟ انه ما بدك لنا شيء. خلص روح يا، خلص روح فما تدور معنا. بدي لكم شغله. شو بدك تقول؟ يلا خلص قول لي. خلصنا بسرعة يلا. بدي اعترفكم بشغلة. شو بدك تعترف؟ قول لي. شوف يلا بسرعة بدنا لحق ندور اخوك. يلا هلا مو وقتك، يلا شو بدك تقول؟ قتل الزلمة. شو عم يحكي هاد؟ مين هو اللي قتله الزلمة؟ اللي بطل عندك زوج لزلمة غريب. شو هالحكي هاد؟ شلون يعني بعته؟ شو عم يحكي هاد المجنون؟ تعرف هم شو عم يحكي؟ مستحيل اللي سمعته انا هاد اليوم عم يمزح. مجنون هاد مجنون. شو عم تقول بابا؟ قول هذا تابع الزقزوق بشخص غريب. شخص غريب؟ يا الله وعم يحكيها. تعال هون تحكي لنا شو صار. تعال شوف وقف. شلون بعته شخص غريب؟ كيف يعني؟ عطيته زقزوق واخذت منه مصاري. لك ليش تسوي؟ لك ليش عملت؟ كيف بتعمل هيك؟ يا ربي يا الله شو هالولد هاد؟ لك ليش يا ماما ليش؟ ليش هيك عملت؟ الله يسامحك هاد اخوك. طيب يلا بسرعه بعدين بتبنا ليش؟ قلنا وين الزلمه؟ عطينا شو رقمه ومع... عطينا شيء دلنا عليه؟ خلينا نحكيه نرجعه. كيف حكيت معه للزلمه؟ هات اعطينا الموبايل لشوفه، اعطيني رقمه. يلا رح اعطيكم رقمه، هذا هو رقم هاد. حكي حكي بسرعه الله يوفقه. حكي حكي بسرعه. الو؟ انت مش شوي اخذت ولد من دنيز؟ هاد ولد معك زكريا ابني. شو؟ بدك ترجلنا اياه؟ هاد دنيز ما نواعي واعطاك اياه لانه طايش وصاير مشكله بينه وبين اخوه. بس هذا منه وبدك تعطينا اياه. الا هلا بجيبه، هلا بده يجيبه. هلا بتجيبه فورا بدون حكي. الا على نفس الحديقه اللي اخذتها منه. وين بدك تجي؟ على نفس الحديقه اللي اخذتها منه. شو؟ بدك مصاريك؟ هلا بعطيك كل مصاريك. الا شو ما بده ياخذ؟ ياخذ كل شيء. تاخذ فون كمان، بس جيب الولد بسرعه يلا، احسن ما تتصل بالشرطه واعطيهم رقمك. يلا بسرعة أنا ترك ما تطول، خمس دقايق بدك تكون هون. جيب زقزوق معك دير بالك عليه. يا رب يا الله. يلا اللي راح يجيبه. يا الله يا رب. لك كيف هيك بتعمل بأخوك؟ كيف طلع من قلبك تعمل هيك بأخوك زقزوق؟ لك أنت كنت مقتل حالك يصير عندك أخو يكبر، هلا صرت بدك تبيعه؟ بس فهمني شو سويت بالمصاري اللي أعطاك إياهم الزلمة؟ تدفين لعبة كنت تحبها ليجو أفلام. يا الله لك يا الله، لك بتبدل أخوك بلعبة؟ وين اللعبة؟ وينها؟ خبيتها جنبها بالدار. عم يرن التليفون يمكن. رد عليه، رد عليه. يلا، الو؟ وين صرت؟ على مدخل الحديقة، محل ما اخذت الولد منه بتجي. يلا فورا عند الالعاب. يلا تعال. وين سلمته يا لأب اخوك؟ وين؟ هون جنب هذيك الشجرة. مشي مشي على الشجرة، مشي. تعال. تعال معانا. الله يسلحك بس. ليكو 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 ليك والله هنيك شيل. ليكو ليكو اجا. تعال تعال لهون. تعال ليكنا هون نحنا. زوك حبيبي تعال لهون. يا عمري زقزوق. يا عمري يا زقزوق حبيبي انت. زقزوق حبيبي يا عمري. يا روحي يا زقزوق. يا قلبي انت. حبيبي يا عمري صار لك شيء؟ جوعانة يا عمري. جوعان نحسان بردان. يا عمري. يا حبيبي يا زقزوق. يا عمري مشي ناخذه على البيت نسوي له حليب. يلا فورا تعال ناخذه على البيت. يلا اعطيني مصاري لشوف. بدك مصاري؟ تعال اعطيك مصاري. خذ يلا خذ هاي المصاري. هيك بتاخذ ولد بدون علم اهله؟ المرة ما رح تصل للشرطة خبرها، المرة الجاي بشوف فيك. اذا انتو تعطينا للولاد انا شو دخلني؟ انتو ديروا بالكم على اولادكم. الحمد لله يا ربي واخيرا رجعنا زقزوق. شو عملنا بزقزوق يا عمري؟ مشي مشي ناخذها على البيت. تعال انت تعال تعال هون. هلا اجى وقتك، هلا اللعبه اللي اشتريتها بتروح بترجعها فورا. وين حطيتها؟ قلت لي مشي يلا جيبها ورجعها، بس يلا. عقاب الك مشان ما تاني مره تبيع اخوك مشان لعبه. طيب الشوم عليك. مشي مشي. ما توقعتها تطلع منك يا دنيز. مشي بسرعه. بدك ترجعها غصب عنك. يلا مشي. شوف اللي وين خبيتها؟ وين خبيتها هي اللعبه؟ يلا طالعها.
طلعة من حاططها يا رب تخيلك خبيها أصلا مشان ما نعرف يعني ما راح أشوفها جوا بس تلعب فيها شو هاللي اللي تلعب يا الله شو هالجنان يلا مشي نشوف الرجاء يلا يلا مشي يلا يلا ترجعوا وخلوا لي اياك لا ترجعها عقاب لك لانك اشتريتها بدون اذننا واشتريتها بدال اخوك يلا يلا يا شاطر يلا يلا نرجع بسرعه يلا مشي يلا مشي يلا يلا فوت بسرعه رجعها يعني شو ما عليك بدي اخوك المصاري يلا فوت رجعها وجيب المصاري اشوف يلا بسرعه فوت رجعها بسرعه مستناك نحن يلا دنيا بسرعة شوف يلا روح يلا بسرعة شو عم تستنى بسرعة يلا يلا رانيا يا الله شو هالولد هاد مشان لعبة هيك قد عم ببيع أخوه الله يهدي يا رب بس الله يهدي أحسن شيء أي والله كوجل شو رجعت المصاري هات ولا شوف الله يصبرني عليك بس الحمد لله يا عمري فوته فوته قلبي يا عمري بيكون جوعان رح سوي له بروني يلا سوي سوي الحمد لله ما صير فوت انت فوت فوت هلا بتشوف هيك يا منظوم هيك بتبيع اخوك مشان مصاري فيك شيء انت بعلك انا بعتك مشان مصاري لكن مشان شو بتبيع اخوك حدا بيبيع اخوي يا الله انا زعلانه انا بتكون تعطوا غرفتي وبتكون تعطوا العابي يا ماما نحن ما بدنا نعطي غرفتك ولا بدنا نعطي العابك بس انتوا اخوات لازم تكونوا سند لبعض لازم تتشاركوا اغراضكم العابكم والغرفه سوا ما انت على طول كنت تقلي بدي اخ ضل معي بالغرفه ونلعب سوا هلا صرت تغار منه يا حبيبي بعد ما صرت صار كبير وصار رفيقك حبيبي انتوا لازم تكونوا على طول مع بعض وتحبوا بعض وتساعدوا بعض بالعكس ماما انا عاطل من غلطان كتير انا بحبك دكتور تعب عيدة يا عمري انت والله ما في منه دنوزة بس لبقت عيدة يا حبيبي تمام عرفت غلطك يعني يا بابا ايه تعال يا حبيبي يا حبيبي انت وبشوني الاخوات الحلوين انا زوك احلى اخوات لازم الاخوات يكونوا عطوا سند لبعض ويحبوا بعض وما يتقاتلوا ابدا ابدا هيك بكون خلص الفيديو جد لا جعلوا لا تتقاتلوا يا اخواتي يا حلوين وهيك بكون خلص الفيديو اذا عجبكم الفيديو اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتراك باي 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 بنحبكم كتير باي باي